تشوف ازاي احنا بنطور الكره المصريه حاجات كده تشرح القلب حاجات تفرح حاجات جميله حاجات رائعه واحنا عندنا خطه واضح في كره القدم المصريه ان احنا نهتم باللاعبين الشباب بقطاعات الشباب في الانديه واضح واضح وهديك الدليل هديك الدليل النهارده يا جماعه كان في مباراه بين نادي الزمالك ونادي سموحة في كأس مصر مواليد 2005 فرق الشباب يعني تمام اشرح لك الحكاية من طقطق. السلام عليكم لو انت ما قريتش او ما تابعتش مباراة زي اي مباراة عادي يعني حلو الفرقتين اتعادلوا في الوقت الاصلي واحد واحد ماشي هنروح نلعب ايه ضربات ترجيح هنروح نلعب ايه؟ ضربات ترجيح كل فرقه هتلعب خمسه سته سبع ضربات ترجيح وفي الاخر ايه؟ المباراه هتتحسم لفريق على اخر عادي يعني فحصل حاجه ظريفه قوي مبدئيا كده كل فريق لعب خمسة 25 ضربه ترجيح خمسة 25 ضربه ترجيح يعني الاثنين لعبوا خمسين ضربه ترجيح والمباراه لم تحسم ده يسجل ده يسجل ده يضيع ده يضيع ده يسجل ده يسجل ده يضيع ده يضيع والدنيا ايه ماشي 25 25 طب هنعمل ايه فالاتنين حراس سموحه والزمالك لقوا انه آه الاضاءه مش كافيه فمش عارفين نشوف الكره وهي بتتشاط علينا طب هنعمل ايه راحوا اشتكوا الحكم قالوا احنا مش شايفين يعني الكرة ما الكره عماله تخش فينا عشان احنا مش شايفين فراح الحكم كلم الناس في اتحاد الكوره قال لهم طب هنعمل ايه دلوقتي؟ الاثنين حراس مش شايفين واحنا في ضربات الترجيح وكل فرقه شاطت 25 ضربه ترجيح يعني 50 ضربه ترجيح الغي المباراه؟ قالوا له لا انقل نعم اه انقل ملعب تاني يا جدع بتكلمني بجد ولا بتهزر؟ لا بكلمك بجد هنكمل المباراه فالفرقتين في ملعب فرعي جنبهم يعني كل واحد كل اداري هات اللعيبه بتاعتك هات اللعيبه بتاعتك اطلعوا الاتوبيسات هنتمشى شويه بالاتوبيس في ملعب قريب هنا بس نجيل صناعي هنكمل فيه ضربات الترجيح عشان الاضاءه فيه احسن شويه من الاضاءه في الملعب ده والناديين وافقوا اداره هنا وافقت الاداره هنا وافقت فراحوا طلعوا على الملعب التاني طيب نخلص بقى يا شباب نخلص الحكايه لا راحوا هناك بقى الملعب التاني كل فريق شط 12 تسديده 12 تسديده ده غير كام اللي قبل الملعب القديم 25 يعني كل فرقه سددت 37 تسديده يعني 74 ضربه ترجيح اعتقد ده رقم قياسي عالمي ده ما اتعملش في التاريخ وفي النهايه عشان برده تعرف النتيجه خلصت كام سموحه كسب الزمالك 35 34 ايوه ركز معايا سمع النتيجه خمسة 35 34 بضربات الترجيح ما كل هذا العبث يا ناس يا ناس ازاي ازاي مباراه واحده في نفس التوقيت تستكمل في ملعبين سيبك من الطرائف بتاع ضربات الترجيح سيبك من انه الفرقتين كانوا بيسجلوا والحراس مش موجودين سيبك من اي حاجه يا فندم هيمشي الملاعب دي المفروض في مواصفات معينه واضاءه معينه وتفاصيل معينه وحاجات كده يعني ايه اصلا فرقتين يركبوا الاتوبيس يروحوا يكملوا في ملعب تاني ده احنا اخترعناها فين دي ده دي بقى من الاحداث النادره جدا انا ما شفتهاش في حياتي وطبعا ال 74 ضربه ترجيح دي اكيد برضه ما شفتهاش في حياتي ايه ده احنا ازاي عايشين كده طب معلش يعني انا عايز اقول لك حاجه اللاعبين الشباب الرائعين دول اللي هم المفروض مستقبل كرة القدم المصرية لما بيشوفوا العبس ده بيعيشوا ازاي بيفكروا ازاي واحنا بنتكلم على العقلية والمنتاليتي وازاي نطورهم ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ازاي ما فيش مسؤول مسؤول في الكرة في مصر؟ ازاي؟ بصراحة يعني عيب سألك احنا هنطور قطاعات الناشئين والشباب في كرة القدم المصرية وبعدين ايه يا جماعة يعني أربعة 74 ضربة ترجيح دي كل الناس بتشوط بتسجل مفيش حراس مرمى خالص خير ان شاء الله